عشان ما يكونش في قلق، هل هيتغير مثلا في شكل معين هيحصل السنه دي ولا لا. احنا كل سنه بنتاكد برضو، بنحاول ندي حضراتكم معلومات دقيقه حوالين شكل وآلية الامتحان. ف بيقولوا انه السنه دي مش هيكون في تغيير، في اي تغيير في المواصفات زي ما احنا تعودنا السنه اللي فاتت. وممكن ناخد الاستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، هو يوضح لنا بقى بشكل دقيق. برحب بيك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. اولا وحضرتك طيب وخير استاذ حسام، وتحياتي ليك وللساده المشاهدين. اهلا بيك يا استاذ شادي. لو تطمنا على شكل امتحانات الثانويه العامه السنه دي، هل هيفضل زي ما هو 30 يعني 85% اختيار متعدد و 15% مقالي ولا ايه؟ يعني ايه اللي تقوله لنا في شكل واليه الامتحانات السنه دي؟ هو طبعا استاذ حسام، الدكتور رضا حجازي كان اعلن مع بدايه العام الدراسي ان امتحانات الثانويه العامه هذا العام هي بنفس المواصفات الخاصه بامتحانات العام الماضي دون اي تغيير. ويمكن الدكتور رضا حجازي ده ثانيه او ثالثه؟ ها، الثانويه العامه السنه الثالثه. ثالثه ثانوي. هي نفس المواصفات الفنيه بنفس طريقه تقسيم الاسئله، اللي هو الاسئله الام سي كيو او الاختيار المتعدد 85% و15% الاسئله المقاليه. طبعا بيبقى كل سؤال مكتوب قدامه التوزيع بتاع الدرجه بتاعته، وطبعا كان في توجيهات يعني هسردها لحضرتك دلوقتي لمعالي الوزير خلال اجتماع عقده مع رؤساء المواد المسؤولين عن سحب بنك الاسئله الخاص بالامتحانات. والاجتماع ده كان منذ يومين، وكان في توجيهات مهمه جدا يعني كانت هامه طبعا للطلاب واولياء الامور. وطبعا يعني اتمنى او احب ان انا اركز عليها معاك طبعا خلال المداخله. يا ريت يا ريت. ابرزها طبعا زي ما ذكرت لك نفس المواصفات الخاصه بالعام الماضي، اللي هي 85% اختيار، 15 مقالي، 70% للمستويات المتوسطه والعاليه، و30% للمستويات البسيطه العقليه البسيطه. لا لا لا، العكس العكس. 70% سوري انا لخبطت، البسيطه والمتوسطه. 30% المستويات العقليه. ايوه انت صح، انا لخبطت. بس هو طبعا كان في عدد ثاني من التوجيهات المتعلقه بالامتحانات، ويمكن اهمها مراعاه قواعد الصياغه بحيث تكون الاسئله واضحه ومحدده وغير قابله لاي تاويل. التناسب عدد الاسئله في كل امتحان مع الفتره الزمنيه المخصصه للاجابه، بحيث ان الطالب يبقى عنده فرصه قبل نهايه الامتحان ان هو يقدر يراجع كمان على الاجابات الخاصه بالاسئله الخاصه بالامتحان. كمان في جزء اخر مهم جدا، وهو ان توزيع الدرجات المخصصه لاجابه الاسئله المقاليه على خطوات الحل كمان، مش بس الناتج النهائي اللي الطالب يحطه في الاجابه. يعني الطالب لو اجتهد في وضع خطوات في الحل في الاجابه الخاصه بالاسئله المقاليه بياخد عليها برضه درجات. يعني حضرتك بتقول انه خطوات الحل في السؤال المقالي بيتاخد عليها درجات، مش شرط كله يعني. عشان يعني ما حدش هيخسر الدرجه كلها مره واحده. مش بالظبط، مش الناتج النهائي بس. يعني مفهوم. لو حط خطوات في الحل بتاعه والاجابه بتاعته بياخد عليها درجات. الاضافه طبعا للناتج النهائي بياخد عليه الدرجه الكامله الخاصه باجابه الاسئله المقاليه. مفهوم. وفيما يتعلق برضو بالجزء الخاص بالاسئله المقاليه، في برضو كان توجيه من معالي الوزير بان يكون او يتم وضع نموذج اجابه للاسئله المقاليه بيتضمن كل الاجابات المحتمله اللي يحطها الطلاب، يعني ما يبقاش هو نموذج واحد يتصحح عليه فقط، يا اما هو ده يا اما لا، اي اجابه ثانيه مشابهه او تكون بصيغه اخرى تتحسب خطا. لا، هو كان في توجيه بان كل يتحط نموذج اجابه في كل الاجابات المحتمله اللي ممكن الطلاب يحطوها لكل سؤال مقالي، بحيث ان الطالب لو اجتهد في وضع هذه الاجابات المختلفه ياخد عليها برضه الدرجه. دي حاجه كويسه قوي. يعني اول حاجه انه اي خطوه حضرتك هتعملها في السؤال المقالي بتتاخد عليها درجه. تاني حاجه انه مفيش نموذج واحد استنبط للاجابه، في اكتر من نموذج. ده شيء محترم جدا. ماشي، تالت حاجه. وطبعا ده بالنسبه للاسئله الام سي كيو او الاسئله اللي هي الموضوعيه الاختيار المتعدد، اكد على فكره انه يكون في اجابه واحده صحيحه فقط من البدائل الاربعه
اللي موجودين في الـ في الـ اه وده منطقي طبعا عشان ما يحصلش لخبطه. دي كانت يبقى تالت حاجه هي اجابه واحده بس اللي بتتحسب صح في الاختياري. هي اجابه واحده فقط، ولكن هو الفكره كانت في التركيز على ان تكون الاجابه الوحيده اللي موجوده هي اجابه واضحه ومحدده. يعني ما تجيش اجابتين شبه بعض قوي فنقعد بقى بعد كده نعيط نقول انا خدت دي، لا هي دي، لا هي دي كده مفهوم. وطبعا يعني فكره التركيز على قياس الاسئله نواتج التعلم والتدرج في مستويات الاسئله والابتعاد عن التعقيد في وضع الاسئله، دي برضو نقطه مهمه. دي نقطه مهمه، يبقى رابع حاجه الابتعاد عن التعقيد وانه مش هيبقى في لخبطه قوي، يعني اللي هو عامل لك فخ مثلا انه الاثنين شبه بعض قوي في الاختياري، هتبقى الاجابه الصح واضحه ومحدده. بالظبط. وخليني برضو اكد لك يا استاذ حسام ان يمكن الاعلان مبكرا بهذه التفاصيل كان الهدف منها ان الدكتور ضحجازي يبعث برساله طمانه للاولاد. طبعا مهم جدا، مهم جدا، وقفل باب الاجتهاد امام اي مقترحات او اجتهادات تنتشر على السوشيال ميديا او غيره من المنصات خلال الفتره الجايه. طبعا باعتبار ان الفتره الجايه هي اقتراب دخول الوقت مع الامتحانات، فكان من الضروري ان يتم وضع قواعد للاعلان عن تفاصيل كامله علشان خاطر يبقى ما فيش اي حاله قلق عند الطلاب. جميل جدا، انا بشكر حضرتك طبعا، نشكر الدكتور ده حكازي ان هو بيشوف السيكولوجيه بتاعت الطلاب والجمهور رايحه فين وبيحاول يديهم تطمينات قبل الامتحانات، ده شيء كويس جدا يبعث برضو شويه طمانينه. وكل التوفيق يا رب لكل ابنائنا ان شاء الله في الثانويه العامه، اقتربت الامتحانات، ربنا يكون معاهم يا رب. شكرا استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا. نروح مع